الغربي من مرحلة الدفاع عن مدنهم إلى مرحلة الهجوم وتحرير المناطق المحاصرة. لأول مرة منذ انطلاق الثورة الليبية ينزل الثوار إلى سهل جفارة باتجاه الشمال أسفل الجبل الغربي، وأصبحوا يحاصرون الكتائب التي بقيت في بعض مناطق الجبل وتحديدا في منطقتي الريين وزاوية الباغول. هذه واحدة من نقاط الحراسة في الجهة المقابلة لكتائب القذافي من ناحية الريينة، حيث يتعامل الثوار بروية أكثر مع تقدمهم بعد أن أصبح بيدهم زمام المبادرة. والله احنا تو الآن مسيطرين عليها لمدة حوالي 5 أيام سيطرة كاملة من منطقة جادو إلى عند منطقة اللي هي بيرعيات، واللي هي طبعا بعد بيرعيات حوالي 5 كيلومتر توجد طريق معبد باتجاه الشمال جهة الزاوية وصرمان. الآن إلى المكان هذا طبعا عندنا سيطرة كاملة على المنطقة هي، ولكن إن شاء الله يعني بعون الله وقدره نتقدم إلى ممكن حتى إلى طرابلس. كتائب القذافي في هذه المناطق أنهكت بفعل قصف طائرات النيتو وضغط الثوار المستمر، فهذه بعض بقايا آلياتهم في منطقة الخشة. من هنا كانت الكتائب تقصف مدينة الزنتان وبعض المدن المجاورة، لكن وضعها اليوم أضعف من أي وقت مضى كما يقول الثوار، وقد تراجعوا باتجاه مدينة طرابلس وتجمعوا في منطقة بير الغنم. من نهار 00 قوات القذافي لا لديها ولا قدرات، لديها أسلحة ثقيلة، لديها كل هجوم يفروا ويخلون سياراتهم وأسراهم ويتركون حتى الجنود في هذه المنطقة. أسرنا حوالي جثث يتركون في الجثث في الطرق، يتركون في الجنود أطفال 16 سنة و 17 سنة وال 20 سنة. خطط كثيرة يتحدث عنها الثوار في سبيل فك الحصار عن مدن الجبل الغربي المحاصرة، والتحاق مدينتي القلعة ويفرم بالثوار قد يكون عاملا حاسما في قدرتهم على تحرير كل مدن الجبل من قبضة كتائب القذافي الأمنية. بعد أن نزل الثوار أسفل الجبل أخذت المعارك هنا مع كتائب القذافي منحنا جديدا تحدده نوعية المعارك وأهدافها. ومن حيث تدري أو لا تدري كتائب القذافي، فإن الثوار صاروا قاب قوسين أو أدنى من العاصمة طرابلس، وهم يعدون العدة للتقدم أكثر بعد أن فتحوا عدة جبهات في الجبل ستتبين نتائجها خلال الأيام القليلة القادمة. عبد العظيم محمد، الجزيرة، بير عياد، مدينة يفرن. وسياسيا، من المنتظر أن يجري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي مباحثات مع قادة المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي بصفته مبعوثا خاصا للرئيس ديمتري ميدفيديف. تتزامن هذه المباحثات مع زيارة مرتقبة لمساعد السفير الصيني في القاهرة، والذي سيلتقي بدوره أعضاء المجلس. ينضم الآن إلينا من بنغازي مراسل الجزيرة حسن شوبكي. حسن، إذا لنبدأ بالشق السياسي. واضح أن هناك حراك دبلوماسي في بنغازي، أكثر من دبلوماسي يزورون بنغازي هذه الأيام، هل من تفاصيل؟ نعم ليلى، هنالك حراك دبلوماسي يشتد أكثر وأكثر في بنغازي هذا الأسبوع بعد زيارة وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ. الآن في هذه اللحظة يلتقي موفد القيادة الصينية وهو نائب السفير الصيني في القاهرة لي ليانخي مع رئيس المجلس الانتقالي الدكتور مصطفى عبد الجليل، ويعني هذا يعتبر تحول نوعي بالنسبة للمجلس الانتقالي. تقول المصادر أنه يعني سيشدد الخناق أيضا دبلوماسيا على نظام القذافي بعد أن يعني اقتربت أكثر فأكثر الصين من المجلس الانتقالي ومما يحدث في الجغرافيا الليبية كلها. هذا من جهة. من جهة أخرى، سيصل من المتوقع أن يصل يوم غد مبعوث الرئيس الروسي إلى بنغازي، ومن المتوقع أيضا بعد غد يوم الأربعاء أن يصل وزير خارجية إسبانيا، وفي وقت لاحق من نهاية هذا الأسبوع قد يصل أيضا الرئيس السنغالي. إذن هو حراك دبلوماسي
سياسي واسع تشهده بنغازي ويهدف إلى التنسيق سياسيا والترتيب كما يقول المسؤولون هنا في المجلس الانتقالي للأوضاع السياسية والعلاقات مع معظم الدول وحشد أكبر كم ممكن من المواقف التي تساعد في يعني إزالة معاناة الشعب الليبي منذ انطلقت المواجهات مع كتائب القذافي. نعم نعم حسن، وبلا شك والتي لها بلا شك علاقة وثيقة بما يحدث على الأرض، ميدانيا ماذا يمكنك أن تخبرنا؟ ميدانيا ايضا ليلى هنالك يعني مواجهات حدثت يعني قبل فجر اليوم بين الساعه الثانيه والرابعه، قصفت قوات الناتو مناطق سكنيه لا يوجد فيها سكان في منطقه البريغا، وكان القصف مكثفا. وفي ساعات الصباح قامت ايضا كتائب القذافي بقصف المناطق غرب إجدابية، وكان القصف بالقذائف ولم نبلغ عن يعني إصابات تذكر. كانت القذائف قد سقطت في مناطق خالية أو لا يقطنها السكان. إثر ذلك مباشرة وفي ساعات الصباح أيضا في الساعة العاشرة بتوقيت بنغازي هنا حدثت يعني مواجهات ما بين الثوار وما بين كتائب القذافي، سقط على إثرها جرحى ولكن لم نبلغ عن سقوط قتلى بعد. على إثرها أيضا قامت قوات الناتو بالطلب من الثوار بالتراجع، وقامت بقصف مناطق البريغا التي تتحصن فيها كتائب القذافي، وأيضا تم قصف منطقة يعني المناطق التي في غرب إجدابيا وفي منطقة الأربعين التي شهدت مواجهات ما بين الثوار وكتائب القذافي. إذن منطقة الأربعين والبريغا تحديدا وكذلك جامعة نور الساطع التي تتحصن فيها كتاب القذافي تشهد قصفا في هذه اللحظة، وحصيلة ما حدث منذ ساعات الفجر حتى الآن لم تردنا بعد ليلى. أشكرك جزيل الشكر على هذه التطورات التي أطلعتنا عليها ميدانيا وسياسيا، حسن الشبكي من بنغازي. نواصل هذه النشرة من قناة الجزيرة، فيها بعد الفاصل